السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المشهد. دعت تنسيقية الحركات الأزهرية الوساطة الدولية إلى منحها مهلة قبل التوقيع على مسودة الاتفاق مع الحكومة المالية، وأبدى قادة التنسيقية تحفظهم على بعض البنود في هذه المسودة، وحذروا من أي اتفاق يتم دون الرجوع إلى الشعب الأزهري. تحفظ تنسيقية الحركات الأزهرية على مسودة الاتفاق مع الحكومة المالية الذي يأتي بعد أشهر من المفاوضات في العاصمة الجزائرية، هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المشهد. يسعدنا أن نستضيف لنقاش هذا الموضوع الأستاذ تاي آغا عبد الله، مسؤول الإعلام في تنسيقية الحركات الأزهرية. أهلا بك عبد الله. أهلا وسهلا بكم أبو بكر. أنتم في تنسيقية الحركات الأزهرية طالبتم بإعطائكم مهلة قبل التوقيع على هذا الاتفاق، هل يعني ذلك أنكم لا تزالون مختلفون في 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 رؤيتكم لهذه المسودة؟ شكرا لبرنامج المشهد ولقناة المرابطون لاستضافتهم لنا ولإعطائهم قادة الأزهر فرصة لإيصالهم صوتهم للعالم، وأشكر كذلك السلطات الموريتانية وفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لسعة صدره وإيوائه للشعب الشعب الأزهري اللاجئ على الأراضي الموريتانية. فعلا نحن طالبنا فرصة ومهلة زمنية قبل التوقيع، على الأحرف الأولى على مشروع اتفاق السلام، ولم تمنح لنا الوساطة تلك الفرصة، بل استعجلوا وجعلونا أمام الخيارين، إما خيار نوقع مع العالم ذاك اليوم مع الموقعون أو نتأخر إلى يوم ما. فنحن ما دمنا نحن نعرف أن الشعب الأزهري غالبيته من سكان البدو الذين لا يفرقون بين ما يسمى توقيع بالأحرف الأولى والتوقيع الحقيقي، مجرد ما تأخذ قلم وتوقع فبالنسبة لهم وقعت، فضلنا عدم التوقيع بالأحرف الأولى مع الموقعون آنذاك حتى نرجع إلى القاعدة الشعبية والقيادة العسكرية لتأخذ القرار النهائي فيما يقدمه هذا المشروع. لكن أنتم تفاوضون باسمها، لكم الحق في التوقيع، لكن هل ترجعون إلى، هل تعودون إليها في كل يعني نقطة لا بد من العودة لي؟ هذه قرارات مصيرية، ليست نقطة يعني يستخف بها أي واحد. لكن أنتم هذه القرارات المصيرية، لكن أنتم أيضا قادة هذه هذا الشعب. فعلا، لكن نحن وصلنا إلى قناعة أن هذه الخطوة المصيرية من الضرورة أن نرجع بها إلى الشعب لكي يقول كلمته الأخيرة. نعم، أنتم أبديتم تحفظا على بعض النقاط الواردة في مسودة الاتفاق، ما هي هذه النقاط بالذات التي تحفظون عليها؟ أولا أريد التعليق على المشروع نفسه. مشروع الاتفاق ما دام يسمى مشروع الاتفاق فيجب إعطاؤنا فرصة تعديل هذا المشروع، وإن لم يكن مشروع اتفاق فليسمى اتفاق النهائي. هم قدموا لنا مشروع اتفاق ثم قالوا أنه لا يعدل، كيف يفهم هذا؟ يعني ما دام هو مشروع فليعدل، إن لم يكن مشروع فقالوا أنه اتفاق نهائي. لكن هو جاء بعد بعد أشهر من المفاوضات بينكم وبين الحكومة المالية وتلك وبرعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الجوار. يا عزيزي، نحن كل ما قدمنا مقترحنا فيتم وضعه في الجانب، فتأتينا الوساطة الدولية بمقترح 90% منه إملاءات من الحكومة المالية، كيف يعقل؟ لكن هذا اتهام، أنتم أيضا لم تستحبوا طيلة أشهر المفاوضات، الآن تتهموا المجتمع الدولي أنه منحاز للحكومة المالية. واضح، المجتمع الدولي اتخذ الحكومة المالية كابن مدلل، في كل خطوة يقول أنه يجب أن تبسط الحكومة المالية سيادتها على باقي الأراضي، بدون أن يطرح هذا المجتمع الدولي أي إمكانيات ولا أي أدوات لضمان حتى هذه الاتفاقية. تعرف نحن عندنا عهد وعندنا تجارب مع الوساطة، خاصة الوساطة الجزائرية، وليس هذا محل شك في الوساطة الجزائرية، لكن هذا أن نحن في التسعينات كنا في تمنغسة
ووقعنا اتفاق تمام غسط. وحتى الآن لو رجعنا إلى اتفاق تمام غسط وطرحناه على الطاولة وجدنا أن الحكومة لتجد أن الحكومة المالية ما طبقت ولو 50% من ذاك من تلك الاتفاقية. نعود إلى الاتفاق الآن. أنتم الآن تتهموا المجتمع الدولي أنه يجعل من الحكومة المالية ابن مدلل وأنه ينحاز إليها على حسابكم. لماذا لم تنسحبوا من الحوار طيلة هذه الجولات منذ 6 أشهر؟ نعم. لم تنسحبوا، سحبتم أو تحفظتم ثم عدتم إلى الاتفاق. ما دمتم ترون أن المجتمع الدولي منحاز للحكومة المالية، لماذا تظلون ضمن هذا الحوار؟ نحن أصلا لم ننسحب ولن ننسحب من الحوار ما دام الحوار موجود، فنفضل خيار السلام وخيار الحوار على لكن الحوار سيفضي في النهاية إلى التوقيع على الاتفاق، وهذا ما وصلنا إليه، ما وصلتم إليه الآن مع الحكومة المالية. لكن توقيع اتفاق ربما قد لا تكون لصالح أزوال، لأن لو نظرت إلى مشروع هذا المشروع تجد أنه ليست له وضعية لإقليم أزوال معينة، ليست له وضعية للجيش الأزوالي معتبرة، تجد أنه مبهم في الحقيقة، اتفاق مبهم ومن سيشرح لو تجادلنا مع الحكومة المالية في بنود الاتفاق؟ من المسؤول عن شرح؟ قد تشرح الحكومة المالية على هواها وتقول أنه يعني كذا وكذا وكذا، ويعني المجتمع الدولي، المجتمع الدولي الذي رأى الخلاف يبقى حكما بينكم. المجتمع الدولي نشك في أنه بإمكانه أن يلزم الحكومة المالية بهذا الاتفاق حرفا بحرف، لأن نحن وقعنا اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجزائر في يوليو 24 يوليو 2014، وماذا خلفه؟ بمجرد ما وقعنا ورجعنا إلى زواد، فإذا بالحكومة المالية يعني تنشي ميليشيات وتهاجم مواقعنا، وماذا قامت به المجتمع الدولي؟ قام المجتمع الدولي سألتك قبل قليل عن هل عاقبوا الحكومة المالية؟ هل ضربوا الميليشيات؟ يعني هنا استفسار واستفهامات، عندنا استفهامات على المشروع وعلى تطبيق المشروع حقيقة. نعم، هذا على تطبيق المشروع، ولديكم مخاوف من الحكومة المالية لا تطبقه وأن المجتمع الدولي غير قادر على أن يفرض عليها أن تطبقه. بالنسبة للاتفاق نفسه، النقاط التي تتحفظون عليها، ما أبرز هذه النقاط التي ترون أنها منحازة للطرف المالي وللحكومة المالية؟ الاتفاقية تؤكد على الوحدة الترابية، ما عندنا فيها خلاف، لكن مسألة أن لا يكون هنالك وضع خاص لإقليم أزواد فنحن متحفظون على هذا. مثلا قالوا في الاتفاقية أن أزواد أو كلمة أزواد كلمة حقيقية واقعية تمثل تطلعات بشرية تاريخية ومسألة أيضا تاريخية، فلكن من اللوازم أن يكون أزواد حقيقي وواقعي، من اللوازم أن يكون وضعية، وهذه الوضعية لم تذكر. من اللوازم أن يكون أزواد أيضا حقيقة وواقعي، من اللوازم أيضا أن يكون هنالك جيش، أن يكون له جيش له وضعية خاصة. في نقطة شكل هذا الإقليم، هم قالوا صلاحيات موسعة للحكم المحلي في أزواد، المنتخبون المحليون ستكون لديهم صلاحيات واسعة. ما دامت السلطات المالية هي التي ستبسط سيطرتها على جميع الأزواد، أقاليم الأزوادية، من يقول بأن حتى الانتخابات ستكون نزيهة من المسؤول على نزاهة تلك الانتخابات؟ فهنالك خلل ما لم يكن يذكر في نفس النص أن إقليم أزواد لديه وضعية معينة، ولجيش أزواد جيش مسلح يفوق تكتيكيا وعسكريا الجيش المالي، فكيف يعني نرضى بدمش هذا الجيش بجميع عناصره وبجميع عتاده إلى الجيش المالي غير المذكور بالنسبة لنا، غير معتبر. نحن نحترم جنوب مالي بسبب وجود فرنسا وبسبب مواقف بعض الدول الإقليمية التي ما زالت يعني مواقفها هي التي تثمر هذه الاتفاقيات وتعلن أنها هي ذاهبة في هذا الصدد. نعم، من بين النقاط أيضا الواردة في مسودة الاتفاق أنه ستجرى انتخابات في غضون 18 شهر، وأن هناك منطقة تنموية في شمال مالي، والمسودة تتضمن الكثير من النقاط الإيجابية. يا عزيزي، أنا لم أقول أن اتفاق بشكله الكامل وبكل التفاصيل هو غير مرضي، اتفاق فيه نقاط إيجابية
فعلا، واتفاق يعتبر يعني يعني ممكن نصفه بأنه أفضل اتفاق شهده تاريخ الأزواج وسيشهد تاريخ، هذا أكبر اتفاق وأفضل واحد. لكن هذا لا يمنع وجود لكن هذا خلل. تصريح مهم باعتباركم مسؤول الإعلام في تنسيق حركات الأزواج. نعم فعلا، نحن وأفضل من اتفاقيات أخرى وقعتموها واليوم ترفضونه. لا، وأفضل باعتبار، لكن المعطيات تغيرت، لم تكن معطيات التسعينات هو المعطيات 2015 يا عزيزي. لكن أنتم تصعدون ويعني تعزز تطالبون بأمور جديدة يعني. لا، ما نحن ما نطالب بأمور جديدة، نحن طالبنا أعلننا ولم نطالب، أعلننا استقلال. أقصد سقف طموحاتكم، سقف الاتفاق الآن أنت تعترف أنه أرفع من سقف الاتفاقات السابقة فعلا، ومع ذلك ترفضون الاتفاق يا عزيزي. أريد أن أفهم المشاهد العزيز ما يلي، نحن أعلننا استقلال أزواج من طرف واحد ولم تعترف به بقية الدول. نعم. لأسباب يعني عدم اعتراف فرنسا أو الدول العظمى بهذا الاستقلال، واحد. ولما حدث في الشمال المالي أيضا؟ لا، لهذا الأسباب، لأن مثلا هذه مجرد بالنسبة لنا مجرد لعبة دولية، مثلا عناصر القاعدة وعناصر أنصار الدين كلها لعبة دولية لمحاولة إفشال مشروع استقلال الأزواج. البعض أيضا ونحن أعلننا حليف لكم في المنطقة. أبدا لم يكون يوما من الأيام حليف لنا أبدا، بل قاتلونا حتى أخرجنا من المدن. كيف يكون حليف؟ قاتلوا معكم الجيش المالي؟ ما قاتلوا معنا الجيش المالي، قالوا قاتلوهم الجيش المالي في نفس الوقت أنتم تقاتلونه أيضا. من الذي جابهم أصلا؟ نحن أعلننا الثورة فهم جعلوا أنفسهم لتشويش على المشروع، ولم يكن سابقا، بل كانت الحكومة المالية في عهد آتيتي يعترف بوجود الإسلاميين ويتركهم يعني ويترك لهم مساحات من تمبكتو حتى تودني مثلا ما يقارب 700 كيلومتر من الصحراء للإسلاميين، ما أقول الإسلاميين بل أقول للإرهابيين وأنا مسلم. فقول فآتيتي في عهده يقول، يذكر يعني هذا مسألة تاريخية، أقول تاريخي أمدو تمانيتوري، يقول في 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 عهده أن أزواج ما يسمونه الشمال المالي هو جنوب الجزائر وشرق موريتانيا، فهو لا يتدخل عسكريا. فممكن تذكره تاريخيا أن موريتانيا تدخلت، موريتانيا تدخلت 2007 بجيش موريتاني وبطائرات موريتانية حاربوا على الأراضي الأزواجية بضوء أخضر من الرئيس أمير التمانيتوري. يعني مالي ليست الدولة حقيقة، ليست له سيادة. فالآن جاء المجتمع الدولي ليرجع الحكومة المالية السيادة على الأراضي الأزواجية ويعطيها السلطات ويجعلنا نحن مكتوفي الأيادي بأوامر من الحكومة الفرنسية التي ماذا موقفها غير واضح. يعني موقف فرنسا واضح أنه ضد شعب الأزواج. نعم جميل. المهلة التي طالبتم بها مدتها كم؟ أشهر، أسابيع؟ نحن طلبنا في الجزائر مجرد 5 أيام، مهلة لخمسة أيام، 5 أيام فقط، فرفض المجتمع الدولي. نحن الآن لسنا في مهلة. نعم، نحن الآن لسنا في مهلة، بل المجتمع الدولي بقيادة الجزائر رفضوا إعطائنا لمهلة 5 أيام للتشاور مع الشعب. فالآن إما أمامنا خياران، الخيار الأول أن نرفض اتفاق هذا المشروع جملة وتفصيلا، أو يعني ننتظر حين التوقيع النهائي يعني 25 نوفمبر مارس هذا الشهر الجاري، التوقيع مع الموقعون في بامك وحسب ما حسب ما حسب اجراءات اجراءات الوساطه. اذا انتم الان لستم في مهله. نحن لسنا في مهله، لكن عمليا انتم في مهله الان. هل الان لديكم اتصال مع الشعب الازوادي كما قلتم انك ستستشيرونه قبل التوقيع؟ هل بداتم اجراءات عمليه في الاتصال بالشعب واستشارته؟ اكيد منسقيه الحركات الازواديه دعت القاده الازواديون على المستوى السياسي والعسكري إلى اجتماع عام يكون في 10 من هذا الشهر في كيدال. ومن هذا في هذا الاجتماع سيكون هنالك اجتماع عام، ستتخذ القرارات النهائية بعد مشاورات ستطول مدة 3 أيام أو 4. يعني سيكون هنالك إجماع حسب ما يراه الشعب الأزواجي أو القادة على المستوى السياسي والعسكري ليس حسب مناسب. هذا حسب، إذن هي مشاورات داخل التنسيقية وليس مع الشعب. اجتماع للتنسيقية يعني مشاورة داخل التنسيقية. داخل التنسيقية ومع الشعب الأزواري. ما آليتكم للتواصل مع الشعب؟ الإقليم واسع
وفيها العديد من المدن والقرى، كيف يعني ما الآلية التي تتواصلون بواسطتها مع الشعب كله؟ الآلية هي واضحة، نحن اخترنا مدينة كيدا لأنها تقع في منتصف أزوان. نعم. ومن ثم الشعب الأزواني والقارة الأزواني سيذهبون عن طريق السيارات، وبعض القارة سيأتون عن طريق الطائرات، والزمن محدد اللي هو العاشر من هذا الشهر، يعني الوقت محدد والآلية محددة، والاجتماع إن شاء الله سيكون، والتقرارات ستتخذ، فليكون خيرا إن شاء الله. نعم. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمتابعة النقاش حول تعثر التوصل للاتفاق أو تعثر التوقيع على مسودة الاتفاق الذي تراه الجزائر بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية، وعودة إلى ضيفنا الأستاذ تاي أغا عبد الله مسؤول الإعلام في تنسيقية الحركات الأزوادية. أستاذ تاي، سألتك قبل قليل عن الآلية التي ستتواصلون بواسطتها مع الشعب الأزوادي لإطلاعه ولإخباره على الاتفاق. ما ذكرته هو أقرب إلى اجتماع داخل التنسيقية منه إلى تواصل مع الشعب. أنت ذكرت أن القادة سيأتون لجدال من أجل التشاور. بالنسبة للشعب، أفراد الشعب العام، إخباره أو استفتاء يتم عن طريق انتخابات مثلا وليس عن طريق اجتماع القادة؟ هو هذه الآلية هي الأسهل بالنسبة لنا، مع أنك تعرف بأن هناك تعثر في الحقيقة في إقليم أزوان للتنقل وصعوبة التنقل والتواصل لأسباب كثيرة، أن المنطقة ما زالت هنالك بعض غير آمنة، ما يتحرك فيها إلا حركات مسلحة، أو سيذهب بقية الناس إلى ضحايا بعض الجماعات المجهولة الهوية. فنحن قررنا اجتماع عام في كيدال للتشاور مع الشعب، ولتشاور أيضا مع كل الأطراف المعنية بقضية الأزوان، ولتداول كافة الخيارات المطروحة على الطاولة، ونطالب أيضا وما زلنا أيضا نطالب المجتمع الدولي والوساطة الدولية بقيادة الجزائر ب يعني إدماج مقترحاتنا في هذه الوثيقة في هذا المشروع. عندنا ما زال عندنا مقترحات نحن نحاول أن تكون ضمن هذه ضمن الوثيقة أو ضمن الوثيقة، لكن واجهتنا في الأيام الماضية تعنت من الوساطة الدولية ورفضها بشكل تام أي تعديل على هذا على هذه الوثيقة، ونحن ما زلنا نطالب منهم يعني بعض التعديلات الطفيفة، بعض إدماج بعض الفقرات في النص حتى تكون الاتفاقية بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الأزوادي مفهومة وواضحة. نعم جميل. التنسيقية تضم ثلاث حركات أزوادية فقط، باقي الحركات وافقت على وقع التوقيع الأولي على المسودة، هل لديكم معها تواصل؟ لا يا عزيزي، التنسيقية اليوم تضم خمس حركات أزوادية، ولم يوافق إلا حركتين فقط اللي هي وافقت، اللي هي حركة غندكوي سيم اف بي وحركة ام ا ا اللي هي الحركة العربية الأزوادية الموالية لمالي فقط. بقية الحركات اللي تضم التنسيقية اليوم قالت أنها عندها تحفظ وما زالت ستقوم باستشارة الشعب، وتلك الحركات اللي يعني للذكر هناك الحركة الوطنية لتحرير أزوان، والمجلس الأعلى لوحدة أزوان، والائتلاف الشعبي من أجل أزوان، والحركة العربية الأزوانية، وهنالك أيضا سيميف بير اللي هي جماعة غندكوي الموالية ل أزوان. هذه الحركات الخمسة هي التي رفضت أو احتفظت على التوقيع، والتوقيع النهائي ما زال يعني ما زال هنالك أمامنا التوقيع النهائي في نهاية هذا الشهر، وإن شاء الله ستقبل المجتمع الدولي فكرة تعديل هذا المشروع، وسنوقع
معهم، لأن نحن نفضل دائما وهذا أعلناه أكثر من مرة أننا نحن مع عملية السلام ومع خيار الحوار. بالنسبة للمجتمع، القوى الدولية أو مجموعة الدول التي ترعى الاتفاق أو المفاوضات، ومنها الجزائر وموريتانيا وبوركينا فاسو والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجانب الأمريكي أيضا، قلتم إنهم مارسوا عليكم ضغوطا وتهديدات للتوقيع على الاتفاقية، ما نوع هذه التهديدات؟ لا يا عزيزي، اتفاق، هذا مشروع الاتفاقية ينص على يمارس أساليب ما يسمى أساليب الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب يشجع على التوقيع، وفي نفس الوقت يعلن عقوبات على من يرفض هذا الاتفاق. أي نوع من العقوبات؟ فهنا هذه العقوبات لم تكشف بعد، لكن نعرف أنه ستكون هناك ضمن منع قارة من السفر، حظر بعض الحركات، دمج اسماء الحركات في قائمة الإرهاب أو قائمة ما يسمونه قائمة القائمة السوداء، ممنوعين من السفر أو منعهم من السفر أو مطلوبين للمحاكم الدولية. فهذه هي التي تشير إليه الوثيقة، يعني لمن يرفض التوقيع. ونحن أيضا نطالب الدول الإقليمية إلى مزيد من المرونة في الحقيقة. نعم. هذا كله لا يتطلب، لكن يعني هذا يبقى تلويح بإنزال عقوبات في حقكم. لكن أثناء جولات المفاوضات، هل مورست عليكم ضغوط من نوع ما؟ لا لا لا، أثناء المفاوضات كنا أحرار فيما نكتبه، فيما نقدمه، فيما نقول. لكن الاتفاق يخرج بتلويح بعقوبات لمن يرفض. نحن نطالب حقيقة هذه الدول بمزيد من المرونة. التوقيع أو عدم التوقيع، أنا أعتقد أنه بيننا وبين الحكومة المالية، ليست للدول الإقليمية يعني حق في أن تعاقب الشعب الأزواري بأنه لم يرفض الخضوع للدولة المالية، لأن نحن أيضا نعتبر أنفسنا جزء من المجتمع الدولي، ونحن كذلك. والخلل الكبير يأتي من أن المجتمع الدولي، الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، والدول الإقليمية حينما تجتمع بدون حضور ممثلين أزواريين، فتكون الدولة المالية هي اللي وحدها هي لكن الآن كنتم حاضرين في هذه الجولات؟ كنتم حاضرين؟ كنا حاضرين في مفاوضات، ولسنا حاضرين مثلا الجمعية العمومية حضرت فيها الحكومة المالية وتحدثت وحرمتم من الحضور؟ وحرمنا من الحضور، لأن قالوا نحن لسنا دولة، معناها أنه ليس عندنا حق. وبالنسبة للمسودة، هل جاءت بها الأطراف التي ترعى الحوار، أم تمت صياغتها داخل قاعة الحوار؟ المسودة، هذا الاتفاق صاغته، جاء به من خارج القاعة، هم صاغوه في من هم؟ الوساطة الدولية طبعا بقيادة الجزائر، وبحضور مالي وغيابكم، أم بحضور رعاة الوساطة وحدهم؟ وحدهم رعاة الوساطة وحدهم بغياب كل الأطراف. قبل صياغة هذا طلب منكم تقديم مقترحاتهم، وما زالت عندنا هذه المقترحات مكتوبة، بل بعض الأطراف، أطراف الوساطة، قالوا لنا لماذا لا تود مشروع السلام؟ نحن قدمنا لهم مشروع اتفاقية، يعني كتبنا اتفاق شامل بينه وبين الحكومة المالية على أساس الفيدرالية، على أساس قاعدة الفيدرالية، وقدمناه ومعترفين بأن الدولة المالية واحدة، وأن الدولة ستكون دولة فيدرالية، دولة مالية الفيدرالية. وهذا المقترح رفضوه؟ نحن قدمناه مفصلا وواضح بأكثر من 30 صفحة، فطرحوه جانب وجاءونا بمشروع، وهذا المشروع بدون اسم. هل تعتبر هذا النص؟ إذن هم هذا النص ماذا ستعتبره؟ يعني نص عنده مجرد اتفاق، مجرد مشروع اتفاق ليس له حكم ذاتي ولا فيدرالي ولا وضعية معينة. إذن مقترحاتكم كلها رفضت؟ مقترحاتنا لم ترفض كلها، بل هنالك جزء كبير من مقترحاتنا يعني. إذن ما الإشكال في الأمر؟ إذن إشكال في أنتم تقدمتم مقترحات، بعضها قبل وبعضها رفض، وهذا شيء طبيعي في مفاوضات، الكل يتنازل. لكن المستوى اللي يطمع به الشعب الأزواجي لم يستجب لهذا المشروع، يعني على الأقل، يعني نسبة ما قبلته الجهات التي ترعى على الأقل هذه المفاوضات يصل إلى أي نسبة؟ 20% من مقترحاتكم أو 50% أو أكثر أو أقل؟ ممكن أقول أنه يصل إلى 30% من المقترحات التي قدمناها، ونحن عندنا ما يسمونه لموكلي، يعني أشياء أساسية. نعم. هل هذه الأشياء أساسية من ضمنها الوضعية الإقليمية الأزواج، من ضمنها الوضعية للجيش الأزواج، فكرة مثلا تفكيك الجيش الأزواج،
بكل اعتاده بدهم يجي في الحكومة المالية. هم قالوا تفكيك الميليشيات، لم يقولوا الجيش الأزهر، قالوا لا تفكيك لا أبدا ما يقصدونكم بالميليشيات. الميليشيات لم تذكر في النص، نصوا عليكم بالاسم جيش أو قوات التحرير التابعة للحركات. الميليشيات لم تذكر في النص وليست أيضا من ضمن من يوقع، لأن النص قال أنه 6 حركات الموقعة لخريطة الطريق هي التي ستوقع، وأن السلاح سينزع وأن هذا السلاح سينزع وأنها ستفكك. فكرة تفكيك، شوف هذه فكرة مدمرة بالله عليك. شوف بس أنت عندك جيش، عندك عتاد وعلى كل المستويات، ولم نقول نفككك ونلمجك في مالي. في حالة خلل، أي خلل عادة أن الحكومة المالية لم تطبق الاتفاق، هل بإمكانك يعني استرداد كل ما استخسره من الرجال وعتاد؟ بعض الرجال سيكون عندهم مصالح، ليس لديهم استعداد للرجوع معك مرة أخرى، وسياراتك وعتادك وسلاح ستخسر كل شيء يعني بعد سنتين 3 سنوات. هل يمكنك يعني؟ إذن هذه من ضمن النقاط التي تتحفظون عليها ضمن الاتفاق، هذه النقطة، نقطة تفكيك لقوات التحرير التابعة لكم الرئيسية. الجيش الأزوادي يجب أن يكون كما هو، وأن يكون هناك قائد أركان خاص للجيش الأزوادي، وأن يكون هناك أن تكون هناك وضعية لإقليم الأزواد وأشياء كثيرة. فمن هذه الأشياء مثلا رجوع الجيش المالي، نحن طالبنا أن الجيش المالي يرجع لكن تدريجيا، وأن لا يتجاوز الجيش المالي أكثر من 20% من الجيش، وأن تكون القيادة للجيش تبع للجيش الأزواري، يعني قيادة الجيش في أقاليم الأزوارية يحصل عليها الجيش الأزواري، وأن لا يتجاوز الجيش المالي الجنوبي 20% من مكونات الجيش. فهذا عندنا مشكلة معه، وأن يكون هنالك لأقاليم الأزوارية وضعية محددة ومعروفة، وأن تكون هنالك صيغة أكثر وضوح من هذا الاتفاق، وآلية تطبيق اتفاق وضمان الاتفاق. من سيضمن هذا الاتفاق؟ يعني الدول التي أعلنت في قبل يومين يعني هذا المشروع وأن هذا الاتفاق هو الاتفاق النهائي، هل هذه تلك الدول عندها استعداد لضمان هذا الاتفاق؟ وما هي التجهيزات والترتيبات التي تقوم بها تلك الدول لضمان هذا الاتفاق؟ نعم وصلت. ومن سيخسر في النهاية؟ وصلت الفكرة. الحكم المحلي الموسع تدعوكم الآن الأطراف الراعية للحوار للتوقيع عليه، ومن ضمنها الجزائر، صح؟ الجزائر نفسها ترفض الصيغة نفسها للحكم في الصحراء الغربية، كيف تعلقون أنتم بوصف الجزائر ترعى هذا التفاوض؟ هناك انفصام في الموقف الجزائري يدعوكم للتوقيع هنا على حكم محلي بصلاحيات موسعة، وفي نفس الوقت هو يرفضه في مكان آخر، كيف ترون هذه الدعوة؟ هذه حقيقة وأمر مؤسف جدا أن الجزائر لا تنصف بيننا وبين بوليزاريو، وأن تجعل من المعادلة معادلتين، تارة تؤيد الصحراء استقلال الصحراء، وحين أخرى ترفض حتى مجرد الحكم الذاتي لإقليم الأزهر. لكن الجزائر أيضا تدعم الحركات الأزوادية. بماذا؟ تدعكم الآن ترعى اتفاق، ليس هذا دعم مجرد أن ترعى مفاوضات ما بينكم وبين الحكومة المالية؟ فعلا. وحتى أنتم لو أنها لا يعني ليست تتمنى عليكم لما قبلتم أن ترعى مفاوضات، يعني هناك ثقة منكم في الجزائر؟ نحن من باب الاعتراف بالفضل نؤكد أن الجزائر تبذل جهود جبارة، هذه حقيقة وواقع، تبذل جهود جبارة لكي يتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي. لكن في نفس الأمر لا يعني في نفس الواقع لابد أن نقول بأن الحكومة الجزائرية يعني تدعم بوليزاريو وتعتبر أن بوليزاريو دولة وشعب، بينما تحاول تقليل من أهمية الشعب الأزواري وتقليل من أهمية القضية الأزواري. يبدو أن الوقت بدأ يضايقنا. سؤال أخير، في حال رفضتم التوقيع على الاتفاقية وهي في 25 من شهر مارس الجاري، لا تكونوا قد ضيعتم فرصة لإحلال السلم في منطقة أزواد؟ نحن نطالب المجتمع الدولي بل لا يجعل لنا خيارين، إما التوقيع أو الرفض، نطالبهم بأن يعطونا خيار ثالث. الخيار الثالث هو إعطاؤنا فرصة لاعتماد
الفقرات التي نقول أنها من الضرورة أن تدمج وأن تعتبر في الاتفاق قبل التوقيع عليه. ونحن أيضا إذا أعلن المجتمع الدولي استعدادهم ل يعني أخذ اعتبار سوف إن شاء الله نوقع إذا اعتبروا مطالبنا وأخذوها بعين الاعتبار. وصلت. وجزاكم الله خير. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد التي ناقشنا فيها موضوع تحفظ تنسيقية الحركات الأزوادية على مسودة الاتفاق في الجزائر. نجدد الشكر لضيفنا الكريم تاي آق عبد الله مسؤول الإعلام في تنسيقية الحركات الأزوادية، وإلى أن يضمنا لقاء آخر إليكم تحيات فريق البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.